الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم فيه يخص طبعا النهائي العربي اللي أسعد كل العرب بالأمس، طبعا في نهائي كأس الأمم الآسيوية بين قطر والأردن، وهنتكلم عن المنتخبات العربية وأدائها اللافت جدا للنظر في هذه النسخة من البطولة. كانت كل المنتخبات العربية حاضرة بمنتهى القوة، بما فيها المنتخبات اللي كانت بعيد قوي عن الفكر فيما يتعلق بفكرة أنها تصعد لدور ال 16 أصلا. فهنتكلم في هذا الملف طبعا، ولازم نتكلم باستفاضة عن فلسطين والعراق والبحرين والإمارات والسعودية والأردن بطبيعة الحال وقطر. هيكون لنا كمان كلام عن تقييم هذه البطولة والمنتخبات اللي شاركت فيها بشكل عام، وأيضا هنتكلم عن كرة القدم العالمية والأوروبية مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ شادي. صباح الخير يا أهلا بيك. أهلا بيك. صباح الهنا. مش عارفه ايه موضوع الجراي كلنا. أيوة. النهارده بجد صدفه الناس تفتكر منسقين ولا حاجه. صدفه سعيده. اه احنا دفعه ثالثه ثانوي صح كده؟ بالظبط. انا وكريم كنا بنتكلم في الانترو عندنا يعني على قصه المقارنه ما بين كاس امم اسيا وامم افريقيا، وقلنا مستوى الكوره عندنا افريقيا تحديدا للمنتخبات العربيه اللي شاركت غريب جدا، بينما الناحيه الثانيه بتيجي تبص على امم اسيا لا عندك منتخبات ما كانتش ليها وجود على الساحه اصبح ليها وجود زي منتخب الاردن على سبيل المثال. خلينا نبدا من هنا ونتكلم عن كمان المباراه بالامس طبعا النهائي ما بين قطر والاردن واللي كان فيها بالمناسبه تنافسيه شديده جدا يعني. طبعا متفق معاكي جدا. يعني الصدفه حطت البطولتين في نفس التوقيت، فالناس بطبيعه الحال لازم هتقارن. اكيد. المشاركات العربيه على الصعيد الافريقي كانت مش احسن حاجه، بلاش نقول سيئه لان هي سيئه بس مش احسن بس حاجه بس مش هنقول بس مش هنقول لكن كويس انه ما قالش على فكره. لان فعلا المنتخبات العربيه خمس منتخبات عربيه ما فيش ولا منتخب ادى اللي مطلوب منه سواء على الصعيد الفني او على صعيد الروح والحماس جوه الملعب. دي حقيقه. الوحيد اللي ممكن يبقى فيه استثناء شويه منتخب المغرب، يعني المنتخب المغربي الى حد ما كان فيه روح جوه الملعب، لكن الاربع وقطع شوط اطول شويه بالمقارنه بغيره. طبعا يعني مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، المنتخب الموريتاني نستثنيه شويه. الوحيد اللي يعتبر عمل اللي عليه على الصعيد الحماس والرجوله والفنيات، لكن المنتخبات الاربعه الاخرى لا ما كانوش على قد المستوى. لو انتقلنا بقى لبطوله اسيا، 10 منتخبات عربيه صعد منهم 8 للدور ثمن النهائي، فبالتالي المنتخبات العربيه ادت بصوره كويسه. المنتخب الفلسطيني مع كل الظروف كان مفاجئ لكل ومنتخب سوريا الوضع في المنتخبين صعب جدا قبل البطوله، استعدادات تكاد تكون منعدمه، لكن اللعيبه مقدره المسؤوليه والشعار اللي هم عاملين لواءه يعني. صحيح. فبالتالي لعبوا بكل ما يملكون من قوه رجوله قبل الفني. منتخب سوريا تحديدا على الصعيد الفني كان معاه مدرب يعني ايه قديم او محنك في النقطه دي، البطولات المجمعه، وهو هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وبوجود طبعا الحضري، والحضري كان ليه دور مهم جدا مع حارس مرمى منتخب سوريا في ارتفاع وتطور مستواه. المنتخب الفلسطيني كل الجماهير العربيه وكل اللي كانوا موجودين في البطوله كانوا بيساندوه جدا. طبعا. وقفوا المنتخبين عند الدور ثمن النهائي دور ال 16، لكن خرجوا بشرف فلسطين. دي أول مرة فلسطين تتأهل لدور ال 16 أصلاً في البطولة. بالظبط بالظبط، وسوريا كذلك، لكن فلسطين خسرت أمام المنتخب القطري في دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، وكان متقدمين ويعني حظهم سيء إن هدف التعادل جه في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، والهدف الثاني جه في بداية الشوط الثاني، فدي ظروف الماتش. سوريا لعبت ماتش قوي جدا أمام إيران وكانت تستحق التأهل وخسرت بركلات الترجيح. باقي المنتخبات، المنتخب الأردني لو حابين بقى نتكلم على باقي، تعالى نتكلم عن ماتش امبارح تحديدا يعني طبقا للي انت تابعته، رؤيتك ايه للماتش ده؟ افضل 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 دايما انجاز للمنتخبات اللي بتبقى جايه من بعيد مش مرشحه قبل البطوله وتفاجئك. بالظبط، او جوه البطوله يعني خلاص الفرص منعدمه وفجاه تيجي. طيب لو اتكلمنا عن المنتخب الأردني تحديدا، المنتخب الأردني في مجموعته هو اختار طريقه. يعني ايه اختار طريقه؟ المجموعه دي كان ليها كده يعني حسبه معينه، ان هم كان البحرين، كوريا الجنوبيه، الاردن، الثلاثه ليهم فرص في التاهل، لكن البحرين كانت لازم تكسب عشان تتاهل فصدروها لمواجهه اليابان.
لان طبعا لما تواجه اليابان غير لما تواجه العراق غير لما تواجه السعوديه. وبالفعل يعني المنتخب البحريني خسر امام اليابان. المنتخب الاردني اختار طريقه بقى، اللي انا ألاعب للعراق أخد ثالث في المجموعة، مع أنه هو في المباراة الأخيرة كان ممكن يصعد أول مجموعة متصدر، لكن اختار اللي هو يخسر. ممكن يعني مش اختيار على قد ما هو فكر إزاي يكمل البطولة. لاعب العراق، العراق واليابان الفرقتين أقوية، لكن أنا ممكن ألعب مع المنتخب العراقي بفكر الحسين عموتة المدير الفني القدير جدا، خاصة أن كان يعني كمية من الانتقادات قبل البطولة عليه ملهاش حصر. النتائج كمان في المباريات الوديه كانت ضلمه بالنسبه لهم زي ما بنقول، يعني خصموا من اليابان وخصموا من لبنان. فالمنتخب الاردني كان رايح مش من مرشحين بتاتا، لكن مباراه العراق هي اللي حطتهم بقى على الطريق.